فالدور الاجتماعي مدارس، مستشفيات، مراكز تأهيل مهني، ودي متعددة خالص، وده بيقدم للكل. للكل. مثلا احنا عندنا برنامج كبير خالص في أسقيت الخدمات اسمه برنامج المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة لناس بياخدوا حاجة زي قروض، والأسقفية تساعدهم في العمل الفني والتدريب، ويعملوا مشروع مشروع ينجح ويكبر. مثلا عندنا شغل كتير خالص في مجال التنمية. الأسقفية، الأسقفية دي كيان فيه بيشتغل فيه 500 شخص، يروحوا قرية يعملوا عملية تنمية شاملة في القرية. احنا مثلا بنشارك في بروتوكولات حياة كريمة، يعني برنامج حياة كريمة ده بنشارك فيه في مواضع كتيرة، وعاملين بروتوكول بين الأسقفية وبين مؤسسة حياة كريمة. إذن وده شيء مطمئن ومفرح إن المؤسسات الدينية ليست ولا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع. يعني لما بنقول إنه في المكان ده اتبنى جامع أو اتبنت كنيسة، إحنا بنكمل الشكل الطبيعي للمجتمع، مش بنعمل مجتمعات صغيرة داخل المجتمع. وده مرفوض تماماً. كل مستشفياتنا اللي موجودة أو المراكز الطبية أو حتى العيادات مفتوحة لكل المصريين، كل مدارسنا مفتوحة لكل المصريين، مراكز التدريب المهني مفتوحة لكل المصريين، برنامج المشروعات الصغيرة لكل المصريين، مراكز اللغات، يعني مراكز اللغات مفتوحة لأي حد يحضر. أنا دايماً بحب قوي جملة اللي بيقولها سيادة الرئيس لما يقول الكنيسة المصرية. طول الوقت الهوية المصرية للكنيسة، هو بيشرح الكلام اللي حضرتك أو قدستك شاركتنا بيه.